السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه أوفر لك، ده بيجيب لك فرص كتيرة جدا في مكان واحد من أكتر من مكان، وده محملك في موقع اسمه أوفر لك، فتقدر إن أنت تشوف الحاجات اللي أنت عايزها. أول ما فتحت جاب لي إن في خصم من 250 جنيه على كل موديلات اللابتوب الاستيراد، وفي كود هو. طيب تعالى ندخل له، أول ما أدخل أقول له خليها باللغة العربية، هو موقع عربي بالعربي، في كذا لابتوب جيمنج موجود، 52,000 جنيه، 33,000 جنيه، وهكذا. فتبدأ تقارن بين أكتر من مكان، في جديد وفي مستعمل. تمام، خليك أنت مثلا في دوت تشوفه. في بيقولك إن هو شحن سريع ومجاني وتوصيل في نفس اليوم. في كذا حد من الأصدقاء قال إن هو جربه وعجبه، فتلاقي في مقارنات كتيرة بين أكتر من مكان. تقدر تشوف بقى الورك ستيشن، اللابتوب والحاجات دي كلها. ده خاص بالكمبيوترات وكروت الشاشة وورك ستيشن والجيمنج وكل الحاجات دي. بالمرة في موقع تاني برضو أنا استعملته وفعلا كان مفيد ليا، دي 4D، وفي منه على الموبايل بيبدأ يقول لك على لو في تخفيضات في أي محل من المحلات، يعني كارفور بتاع بيبدأ يديك خلي بالك في حاجة معينة موجودة. فأنا مثلا أنا عايز أشتري حاجة، فبقول له أنا عايز أشتري كذا، فبيديني إيه الأسعار، أبدأ أقارن بينها وأبدأ أشوف أنا ممكن أشتري منين الحاجة اللي أنا عايزها. يعني عايز تشتري مثلا موبايل، عايز تشتري سمك، عايز تشتري حاجة، تبدأ تشوف وتقارن بينهم وتشوف يعني اللي مقدم عروض كويسة تقدر إن أنت تشتري منها في الفترة ديت.